أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين من الفضائية الآرامية، نرحب بكم أجمل ترحيب، وسلام الرب يسوع المسيح يكون معكم جميعا في هذه الليلة اللي كلتنا نجتمع بها حتى نتذكر حبيب الخدمة وعزيز الآرامية اللي انتقل يوم الأربعاء 8 سبتمبر، الأخ العزيز الشماس جورج جرجس، ليكون في الأمجاد السماوية مع الرب يسوع المسيح. وهاليوم راح يكون عندنا برنامج خاص راح نتذكر حياة الأخ جورج وشون الرب استخدمه، وراح يكون يعني يكون معانا هاليوم. أحب أرحب بالأحباء الخدام والآباء الكهنة اللي جوي من أماكن بعيدة حتى يكونوا معنا على الهواء، وأحب أرحب أولا بالأب يوحنا غالي، أبونا يوحنا راعي كنيسة فيلوباتير مار غوريوس في غويلو أونتاريو، أهلا وسهلا بك أبونا. وأيضا أحب أرحب بالأب العزيز أبونا أغسطينوس حنا راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بكوفينا كوفينا كاليفورنيا، أهلا وسهلا بك أبونا أغسطينوس. وأيضا أبونا يؤنس عوض الله راعي كنيسة الأنبا بولا في لندن أونتاريو، أهلا وسهلا بكم وشرفتون هنا بالآرامية، وأنتم كلتكم كنتوا تخدمون مع الأخ جورج، وراح نسمع من عندكم كثير أشياء تذكرونا بخدمته. أهلا وسهلا بكم. وباسم أنت بعدين راح تنطينا أيضا البايو حول الأخ جورج. إذا ممكن نفتح البرنامج هذا بكلمة حتى نسأل مساعدة الرب وفي البرنامج. أبونا أغسطينوس ممكن ترفعنا بكلمة الصلاة بليز. بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين. نشكرك يا إلهنا الصالح لأنك إله طيب وصالح وإلى الأبد رحمتك. نشكرك لأننا بك نحيا ونتحرك ونوجد، وأنك أوجدتنا لخطة خاصة مكتوب أن مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، وأنه اختارنا في المسيح المحبوب من قبل تأسيس العالم. لذلك يا رب نشكرك من أجل هذه الفرصة التي جمعتنا فيها لكي نتحدث فيها عن أخينا الحبيب جورج صبحي جرجس الذي خدم معك في هذا خدمك في هذا المكان وفي هذا الموقع بالذات. يا رب أنت تكرم الذين يكرمونك، قد أفكارنا وتكلم على ألسنتنا وباركنا واملنا بروحك واستخدمنا لمجدك، أعطي نياحا وراحة له ومكافأة الأبرار وعزاء لجميع أحبائه وأفراد الأسرة وأصدقائه من أجل اسم المسيح شفاعة قديسيك. اسمعنا واستجبنا، ولك كل مجد وكرامة وعز وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 شكرا أبونا. وإحنا طبعا كلتنا من سمعنا بالخبر مع الأحباء المشاهدين اللي يعني كانوا يعرفون الأخ جورج، والتليفونات تجي أنه كلتنا كانت في الصدمة إلنا كلتنا، لأنه ما كنا متوقعين، لأنه الاثنين الماضي بالضبط كان الأخ جورج ساعة 8:30 ببرنامج الآباء، لقاء مع الآباء مع الأب يعني يؤنس، وبعدين بعد يومين يوم الأربعاء انتقل حتى يكون مع الرب يسوع المسيح. وإحنا طبعا راح نسمع بعدين من عندكم كلمات كثيرة، بس أحب بالبداية أحباء المشاهدين نتعرف على من هو جورج، حياته وشون استخدمه الرب. تفضل باسم. شكرا هيفا. أعزائي المشاهدين، الشماس الأخ جورج جرجس هو من مواليد الإسكندرية عام 1951. الشماس جورج هو ثالث في التسلسل في بين أخوته وأخواته، هو الابن الأول. دخل الأخ جورج جامعة الإسكندرية كلية الهندسة قسم الميكانيك، وكان يخدم في الكنيسة القبطية وكان مندمج في هذه الخدمة. رسم أو سيما الأخ جورج كشماس منذ شبابه، وتدرج في الشماسية حتى وصل إلى درجة
أبزياكون. هاجر الأخ جورج إلى أمريكا عام 1977، وفي نفس السنة تزوج من الأخت واندا. جورج وواندا رزقهم الله بابنتين كريستين وشيري. جورج كان فخور ببناته كثيرا. البنت الكبيرة شيري متزوجة. البنت الصغيرة شيري متزوجة. جورج أكمل دراسته العالية في أمريكا وحصل على شهادة الماجستير في قسم الهندسة، كلية الهندسة قسم الميكانيك. اشتغل الأخ جورج كمهندس في ميشيغان لمدة 30 سنة. كان مهندس محترم وموقر بين أصدقائه في العمل وأيضا في الكنيسة. جورج كان أحد مؤسسي كنيسة القديس مرقس القبطية في تروي ميشيغان، وكان عضو فعال ونشط في هذه الكنيسة لمدة 30 سنة. آخر 3 سنوات من عمر الأخ جورج على الأرض كان عضو فعال أيضا في الفضائية الآرامية، وهذه السنوات الثلاثة أيضا ساعدته في تقوية إيمانه أكثر وتقربه للرب. جورج قضى حياته ليخدم شعبه وكنيسة المسيح ووضحها من خلال خدمته في الآرامية. نشكر الرب من أجل حياة الأخ جورج، ونطلب التعزية ونصلي من أجل بناته وأخواته وأخوه وكافة أقاربه. آمين.